صباح الخير، النهاردة راس السنة وبداية سنة جديدة. النهاردة بقى عايزين نعمل مع بعض حاجات كتير جدا مع بعض، فيلا بينا نبدأ اليوم. عايز اقول لكم النهاردة بجد انا مجهزة لكم شوية افكار حلوة جدا، فتابعوا بقى معانا الفيديو للاخر. هنا كنت لسه صاحية من النوم، دخلت التويلت طبعا، اتوضيت وصليت وغسلت وشي بالغسول وعملت السكين كير روتين بتاعي. طبعا الحاجات دي كلها انتوا عارفينها، فمش حابة اضيع وقت طويل قوي في الفيديو في ان انا اوريكم الاحداث دي، لان هي اوريدي كلنا بنعملها اول ما نصحى من اليوم. وبعد كده دخلت المطبخ، كان لازم اعمل القهوه. مؤخرا يا بنات بقيت اشرب قهوه، طبعا انا معبيها في العلبه بتاعه النوتيلا، وزي ما انتم شايفين كده حطيت معلقتين من القهوه وبحط معلقه صغيره خالص من السكر ومش بحط اكتر من كده. وبعد كده بروح جايبه المج بتاعي لو المعيار يعني اللي بعمل فيه اللبن، وبحط كوبايه لبن بس مش بملاها على الاخر، بسيب الوشه بس. وبعد كده بحطها على القهوه والسكر وبقلبها كويس، وبعد كده احطها على النار، احطها على نار هاديه، بقعد اقلب فيها لغايه ما اطلع الوش، وبعد كده بشربها. طبعا عايزه اقول لكم يا بنات ان انا اصلا مش من محبين القهوه خالص، انا بحب الشاي بلبن، بحب النسكافيه، بحب الحاجات كده يعني اللي هي تحسوها كده خفيفه، مش بحب القهوه عشان مره. بس انا عشان بعملها باللبن وفي نفس الوقت كمان باكل جنبها بسكوت وبحط فيها سكر، فبالنسبه لي بيبقى الموضوع شبه الكابتشينو. طيب وزي ما انتم شايفين كده خلصت خلاص القهوه بتاعتي، ويلا بينا بقى نبدا في الفيديو بتاع النهارده. يا ريت يا بنات تحط لايك للفيديو، عايزين نوصل لاكبر عدد. جيت لكم دلوقتي بقى بعد ما عملنا القهوه بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان انا سبتها تسقع بتاع 3 مرات ورحت اسخنها كل شويه علشان خاطر اقدر ان انا ابدا لكم الفيديو بيها. طيب دلوقتي بما اننا داخلين على سنه جديده، فحابه اتكلم معاكم في كام حاجه. فياريت تجيبي ورقه وقلم كده معاكي وانت بتتفرجي الفيديو، تبداي انك تكتبي الحاجات المهمه اللي طلعتي بيها. اول حاجه بقى عايزين نتكلم فيها، وهي ان احنا لازم نقارن نفسنا بنفسنا القديمه، بمعنى اصح ان انت تشوفي نفسك. انا زي مثلا كعبير اشوف نفسي شخصيتي كانت عامله ازاي وبقيت عامله ازاي، ايه الحاجات اللي اتعلمتها من سنه 2022. لازم ابدا اكتب انا كنت في اول السنه دي عايزه احقق اهداف ايه، وايه الحاجات اللي حققتها وايه الحاجات اللي ما حققتهاش. مش معنى ان انت ما حققتيش الاهداف بتاعتك ان انت كده فاشله او ان انت كده مش هتعرفي تحققيها، لا بالعكس، انت ممكن تشوفي الحاجات اللي عملتيها في السنه دي الحلوه والوحشه. طبعا مفيش حاجه اسمها وحشه، ربنا اصلا ما بيكتبش حاجه وحشه. لو حصل لك اي حاجه وحشه على مدار السنه دي فانت المفروض تحمدي ربنا عليها، لان اكيد دي علمتك حاجه. خدي دايما الجانب الايجابي من اي حاجه بتحصل لك في حياتك. دلوقتي بقى انا عايزه اقول لكم، مش عايزين نتكلم في اي حزن، مش عايزين نتكلم في اي زعل، احنا عايزين طاقه ايجابيه. عايزين نبدا نكتب الاهداف بتاعت السنه الجديده. يعني زي مثلا هديكم مثال بسيط خالص، انا كعبير عايزه انجح في الجامعه، فهكتب ان انا في 2023 عايزه طبعا لسه لساني واخده على 22، ف 2023 عايزه انجح، عايزه مثلا اوصل لنص مليون. بكتب الاهداف بتاعتي، كل واحد طبعا ليه يعني الحته الشخصيه بتاعته دي، كل واحد بيكتب الاهداف بتاعته. قارني نفسك القديمه بنفسك الجديده زي ما قلت، يعني مثلا شوفي انت اتغيرتي في ايه للاحسن، شوفي انت محتاجه تغيري من نفسك في ايه. لو انت ما عملتيش الموضوع ده اصلا في 21 وانت داخله على 22 فابداي اعمليه من دلوقتي. طبعا عارفه ان بنات كتير قوي بتشوف ان الكلام ده تافه، بس بجد يا جماعه الكلام ده بيفرق قوي، بيخليكي تبداي سنه بحماس، بيخليكي داخله على سنه جديده عندك اهداف جديده، بيخليكي كده يعني من الطريق اللي قدامك مش حاسه انك ماشيه في طريق سد، لا انت حاسه ان انت عايز توصلي لحاجات. وطبعا ده بيشجعك انك تعملي مجهود اكبر سواء في دراستك او في شغلك، او مثلا لو انت حابه تدخلي شغل جديد او انت حابه تدخلي مجال جديد، ده كله لما بتكتبيه قدامك كده بيشجعك. زي ما قلت لك بقى حاولي انك تظبطي اهدافك بنفسك. انا طبعا كل واحد اهدافه بتختلف عن الناس التانية، فانا دلوقتي هقعد معاكم واكتب اهدافي. انتوا دلوقتي حالا يلا هاتوا ورقه وقلم وابداوا اكتبوا الاهداف بتاعتكم معايا. وطبعا زي ما انتم شايفين كده انا جبت النوت بوك بتاعتي الجديدة بتاعت 2023 وكتبت فيها التاريخ وكتبت فيها اهداف 2023. طبعا ما تاخدوش الكلام اللي انا بكتبه ده ان هو الاساس بتاعي، بس انا كان يعني كنت بعمل لكم زي مشهد تمثيلي عشان تبقوا عارفين ايه الاهداف اللي انا مثلا ممكن تكون من ضمن اهدافي في 2023، زي ان انا اوصل ل 500,000 لنص مليون. يا جماعه عايزين نوصل للمليون بقى، مش النص مليون، يعني نص مليون دي احنا قربنا عليها، احنا عايزين بقى نوصل للمليون في 2023. وطبعا حطيت برضو في بالي ان انا اشتري عربيه بي ام دبليو. طبعا انا عارفه انها ضربت مني قوي، بس انا حاسه ان انا اقدر اعمل كده. طبعا عايزه اقول لكم ان انا قعدت حبه حلوين كده بكتب في الاهداف بتاعتي، فحسيت بفرق يعني حسيت بفرق شاسع جدا في نفسيتي، حسيت ان عندي طاقه ايجابيه، وحسيت ان انا عندي حرفيا حماس ان انا ابدا السنه الجديده. بصراحه الفتره اللي جايه دي انا يعني برغم ان انا داخله على امتحانات وان انا دلوقتي
المفروض ان انا اكون قاعده بذاكر عشان عندي امتحان كمان 3 او 4 ايام الفاينل يا جماعه، وانا في كليه تجاره وعندي امتحان محاسبه، فطبعا اصعب ماده بالنسبه لي السنه دي. فالحمد لله يعني برغم ده كله وبرغم الضغط اللي عليا قمت وصورت لكم فيديو عشان انا شايفه ان الحاجه دي بتبسطكم وبتبسطني في نفس الوقت، وانا شايفه ان انا ممكن اكون بغير حياه ناس كتير قوي في حته ان احنا بنتكلم بقى في الدنيا وفي ان احنا لازم يكون عندك طاقه ايجابيه. ونفس الفكره انت كمان مهما كان عندك ضغوطات لازم انك يعني تقومي وتتحركي تعملي حاجه حلوه لنفسك، مش شرط ان حياتك كلها تبقى مذاكره وضغط وتعب، انت ممكن تخرجي، انت عايزه زي ما انت مضغوطه قومي خرجي اصلا. يعني انا دلوقتي جايبه صاحبتي عشان احنا عندنا امتحان ولازم نخرج، يعني احنا لازم نخرج بجد. دراسه سنه يا جماعه، يعني احنا بنبدا سنه جديده فعايزين نبداها كده بحاجات حلوه. ده وطبعا بعد ما عملنا الكيكه واتمرمطنا زي ما انتم شفتوا كده واتكلمنا عن الافلام اللي ممكن تتفرج عليها، عايزه اكلمكم بقى دلوقتي في موضوع مهم جدا، وهي حاجه يعني بصوا انا كعبير كنت مستنيه يجي راس السنه عشان اعملها بصراحه، وهي ان انا كواحده زي في بنات كتير قوي زيي او من النوع ده ما بيعرفوش يعبروا عن مدى حبهم للناس اللي حواليهم اللي هم بيحبوهم. يعني مثلا انا الناس اللي بحبهم بطلع عينيهم، فباجي في الاوقات المعينه اللي هي زي راس السنه بحب ان انا افرحهم، بحب ان انا اعبر لهم عن مدى اهميتهم في حياتي وقد ايه هم ناس كويسه في حياتي. فانا في الفتره دي بقى او في الوقت اللي احنا فيه شايفه ان ده اكتر وقت احب اشكر فيه الناس اللي انا بحبهم في حياتي، فقررت ان انا اعمل حاجه مختلفه جدا، ان انا زي مثلا هنزل اشتري ورد واجيب حاجات كده. انا طبعا مش هحرق لكم، احنا هنشوف كل ده عملي مع بعض، فتعالوا اقول لكم بقى احنا ازاي هنفرح صحابنا واهالينا والناس اللي بنحبهم بحاجات بسيطه جدا كلنا نقدر نعملها حرفيا
يعني ولا حاجه. بما ان في بنات كتير قوي بقى ما تعرفش تخرج في راس السنه لاي اسباب شخصيه، سواء كان اهلها مش بيرضوا او مش بيحبوا انها تسهر بره، او مثلا هي عندها امتحانات زي حالتي، فتعالوا اقول لكم بقى ازاي بقضي راس السنه في البيت وببقى مستمتعه جدا وببقى مبسوطه قوي. لان الموضوع يا جماعه بجد باللمه الحلوه مش بالخروج ومش بالفسح. فاقل حاجه ممكن تعمليها انك تكلمي صاحبتك تيجي تقعد معاكي في البيت، وتبداوا ان انتوا تعملوا اللي انا هكلمكم فيه دلوقتي. اول حاجه هتحضروا السناكس بتاعتكم. انا دلوقتي يعني محضره حاجه بسيطه خالص، وده طبعا مش هو السناك بتاعي. هتبداي ان انت مثلا تعملي فشار، تجيبي شوكولاته، تجيبي لب، تجيبي سوداني. بصي عايزاكي تشهيصي نفسك كده حاجات من قبل راس السنه. عشان كده انا قصدي انزل لكم الفيديو بدري شويه عشان تظبطي الكلام ده كله وتتفقي مع اصحابك. الحاجه اللي بعد كده، وهي انك لازم حرفيا تتفرجي على شويه الافلام اللي هقول لك عليها. جايبه لك النهارده 7 افلام، هكلمك على الملخص بتاع كل فيلم فيهم وده عباره عن ايه، بس طبعا مش هحرق لك اي حاجه عشان عارفه المعاناه بتاعه الناس اللي مش بتحب انها حد يحرق لها الفيلم من قبل ما يعني تتفرج عليه وكده. فهحط لكم البوستر جنبي، وفي نفس الوقت هكلمكم عن الافلام دي، وكتير منهم اصلا ممكن تبقوا عارفينهم بس هتبقوا ناسينهم لان هي افلام قديمه جدا وتحفه قوي. فالافلام اللي هنتكلم عنها النهارده، هنبدا دلوقتي باول فيلم معانا وهو هوتيل فور هوليديز. الفيلم ده بقى عباره عن ايه؟ اول حاجه هحط لكم البوستر بتاعه. انا زيكم ما اتفرجتش الفيلم ده، وهبدا ان انا اتفرجه النهارده. طبعا انا عايزه اقول لكم يا جماعه، يعني جمعت شويه معلومات كده من صحابي علشان خاطر يساعدوني بقى في الموضوع ده. وانا بصراحه كعبير البوستر عجبني جدا. انا دايما بشوف الفيلم من البوستر بتاعه، لو البوستر بتاعه شكله حلو كده وشدني فبعرف ان الفيلم ده جامد. انا طبعا كاتبه لكم شويه ملخص كده عن كل فيلم علشان ما احرقهولكوش. اول حاجه، الفيلم ده يا جماعه هو فيلم كوميدي، هو فيه رومانسي وفيه ضحك شويه، بس بصراحه الاحداث بتاعته خطيره جدا. بيقول لك ان هو بيتكلم عن بنت بتشتغل مدير التنفيذ في الفندق، وهي كمان طموحه جدا وبتحب الشغل، وفي نفس الوقت هي عايزه تفتح فندق ليها بس بمساعده صاحب الفندق. فهي بقى من هنا بقى بتبدا الاحداث، فاحنا مش عايزين نعرف ايه هي الاحداث غير لما نتفرج. بقى تاني فيلم معانا هو اسمه هوم الون. طبعا انا عايزه اقول لكم مجرد ما احط لكم البوستر جنبي دلوقتي هتعرفوه. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الفيلم ده فيلم الطفوله، يعتبر مفيش حد بيشوف الفيديو ده ما اتفرجش عليه، ولو اتفرجت عليه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس. انا اعتقد ان انتوا هتبقوا عارفين الاحداث بتاعته، وانا قلت افكركم بيه. الاحداث بتاعته يا جماعه بتتكلم عن ان هو فيلم عائلي كوميدي. كان في عيله عندهم طفل صغير، والعيله دي كانت رايحه تقضي، كانوا مسافرين ورايحين يقضوا الكريسماس بره في فرنسا، فسابوا الطفل ده عن طريق الغلط، وكان في حراميه عايزه تسرق يعني الشقه دي. فطبعا الطفل ده كان بيتعلم ازاي يدافع عن نفسه بس بطريقه مضحكه. فالفيلم، عشان انا مش عايزه احرق لكم الاحداث بتاعته، نخش بقى دلوقتي في ثالث فيلم معانا وهو هوم الون بس بارت 2. بجد يا جماعه بارت 2 ده جامد جدا جدا جدا. في ايه بقى؟ في ان الطفل ده عيلته الكريمه برده كانت رايحه تقضي راس السنه. ونيجي دلوقتي لرابع فيلم معانا، هو اسمه فالينج فور كريسماس. الفيلم ده بقى بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن بنت راجل مليونير كانت قبل الكريسماس بتتعرض لحادثه تزلج وهي مع خطيبها. خطيبها ده كان عايز يعرض عليها اصلا الجواز قبل ما يحصل الحادثه دي، وللاسف هي جات لها فقدت الذاكره في الفتره دي من بعد الحادثه. وبعد بقى ما فاقت بدات انها تتعرف على شاب وقابلته، هو اللي انقذها هو وبنته. والواد ده كان حليوه كده واصفراني وحاجه قمر خالص. ومن هنا بقى البنوته دي بعد ما كانت مغروره متكبره ما بتعرفش تعمل اي حاجه، بدات نتعلم كل حاجه علشان بدات تحبه. بنيجي دلوقتي بقى الخامس فيلم معانا، وهحط لكم البوستر بتاعه هنا. انا الفيلم ده يا جماعه ما اتفرجتوش برده. الفيلم ده بقى اسمه ذا كينج بيفور كريسمس. الفيلم ده بيتكلم عن شاب هيقابل ساحره في القرن ال14 وهي اللي هتنقله ل 2016 علشان خاطر عايز يعرف هدفه في الحياه. وطبعا انا لسه مش اتفرجتش الفيلم ده، فهسيبكم تتفرجوا عليه ونعرف الاحداث. بنيجي بقى دلوقتي لسادس فيلم معانا وهو فيلم ذا لاست كريسمس. الفيلم ده بقى هو درامي رومانسي، بيتكلم الاحداث كلها يعني بتتكلم عن ان احنا في وقت الكريسماس كان في بنوته بتشتغل في محل بتاع بيع العاب، والالعاب دي كانت برده بتاعه الكريسماس، وبدات تكتشف بقى حاجات عن حياتها وعن الناس اللي حواليها، ومن هنا برده هتبدا الاحداث بتاعتها. ونيجي دلوقتي السابع فيلم معانا واخر فيلم معانا، هو اسمه لاف هارد. سبت لكم التقيل للاخر. الفيلم ده بقى كوميدي رومانسي شويه، بيتكلم فيه عن كاتبه بقى لها فتره كبيره مش عارفه تكتب حاجه، وبتحاول انها تتعرف على ناس من عن طريق طبعا التطبيقات بتاعه المواعده عشان تعرف تكتب حاجه كويسه، ومن هنا برده بتبدا
تبدأ الأحداث بتاعت الفيلم. وبعد كده نزلت الكورس بتاعي، وعايز أقول لكم ما نسيتش خالص حوار إن قلت لكم لازم نعمل عمل خير كده في نهاية السنة، وحاولي تخلي إن دي عادة عندك. أنا عموما عندي قطط في البيت، فعندي دراي فود، ممكن تشتري دراي فود من أي محل بتاع قطط، سعره مش بيبقى غالي خالص، ممكن تجيبي جبنة نستو، تجيبي أي نوع من أنواع الأكل، أي بواي أكل عندك وتلميها وتبدأي إنك تديها للقطط والكلاب في الشارع. بجد بجد هتحسي بفرحة كبيرة جدا. ويا بقى لو جبتي علب مثلا وتحطي فيها مية، بجد بجد هتاخدي ثواب كبير جدا. مش شرط ان هما يتلموا عليكي، حطيها في اي مكان وهتلاقي كتير قوي قطط بياكلوها، خصوصا ان احنا في الشتاء وبرد فهما بيبقوا فعلا جعانين. بما اني ما عرفتش اصور لكم وانا عند الراجل بتاع البوكيه بتاع الورد، وكنت بجيب هدايا وبظبط الدنيا دي كلها، بصراحه ما كنتش عارفه خالص ان اصور، فحابه اقول لكم ان انتوا حاولوا تهدوا الناس اللي بتحبوهم بهدايا حتى لو بسيطه، يعني مثلا فكره جواب مع ورده، مثلا تبقي حاطه ظرف فيه كلام، تكتبي حاجه كده عشان خاطر تفضل ذكرى، وفي نفس الوقت تجيبي شوكولاتايه، قلم روج، حاجه بسيطه جدا ممكن تجيبيها لصاحبتك او لمامتك او لباباكي او لحد من قرايبك بتحبيه جدا او لاصحابك، اي حد في حياتك فرق في شخصيتك وفرق في حياتك السنه اللي فاتت، لازم تفرحيه في اخر السنه، لازم تعبري عن مدى حبك للناس اللي حواليكي، خليكي دايما شخص كده محب للناس، خليكي دايما شخص كده ايجابي. بعد ما نعمل بقى خلاص الهديه، حابه بقى اتكلم معاكم في نقطتين بسيطه جدا قبل ما ننهي الفيديو ده، وهي التسامح. انا عارفه ان احنا في نهايه كل سنه بيبقى في ناس مزعلنا، بيبقوا في ناس كنا فاكرين ان هم هيبقوا معانا من السنه اللي فاتت للسنه دي وما بقوش معانا. انا عارفه ان في ناس كتير قوي اتوفت، سواء كانت من عيلتك او من بره عيلتك، فبجد ادعي لهم. سامحي اي حد انت متضايقه منه، اي حد انت بتحبيه عبري له عن حبك، ما تكتميش في قلبك اي مشاعر حلوه، اي مشاعر وحشه حاولي تنسيها، احمدي ربنا على كل الحاجات اللي حصلت لك على مدار السنه، حتى لو ما كانتش الحاجات دي انت راضيه عنها، او حتى لو الحاجات دي ما كانتش بسطاكي او كانت مؤثره في نفسيتك، صدقيني ربنا بيعمل كل حاجه لسبب. يعني انت اكيد اي حاجه وحشه حصلت لك فهي حصلت لك، يعني سواء مثلا كان ربنا بيغفر لك عن ذنب معين انت عملتيه، او بمعنى اصح هو برده شايف لك حاجه تانية احسن لو انت الحاجه دي كنت عايزاها تحصل وما حصلتش. بس كده، ده كان فيديو النهارده. كل سنه وانتم طيبين، طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه سنه جديده مش بمناسبه الكريسماس، عشان انا عارفه ان في ناس كتير بيبقى في جدال في الموضوع ده. احنا بننهي سنه وبنبدا سنه جديده، فبنبقى مبسوطين بالموضوع ده. حاولي على قد ما تقدري انك تكوني ايجابيه من اول السنه كده، اكتبي اهدافك، اعملي كل الحاجات اللي نفسك فيها، ابدأي السنه كده من اولها، وقومي اتحركي من مكانك. لو انت مش وراكي حاجه بتعمليها وما بتشتغليش، قومي اشتغلي، قومي دوري على الحاجه اللي انت بتحبيها، قومي دوري على نفسك بدل ما انت قاعده كده. وبس كده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وستي ويز مي.